وهلا يا صالح، ننتقل لفقرتنا الأولى لليوم، هدوء وصمت ومع الوقت صعوبة في قدرة الطفل على التواصل مع المحيط وتطوير علاقته بهم. هو التوحد شبح العزلة الذي قد تظهر أعراضه في سن الرضاعة قبل بلوغ الطفل سن 3 سنوات. واليوم ضمن مساحتنا الصباحية رح نتعرف سوا على التوحد، أسبابه وما هي بوصلة العلاج، مع الاختصاصية التربوية والنفسية ميسم الحصرية. يسعد صباحك. صباح الخير، يسعد صباحكم. اهلا وسهلا فيك يا ميسم. يعني مواضيع كثير عم يكون هيك صلت الضوء فيها، بتفيد اكيد كل يلي عم يحضرنا، وخاصه بما يخص الطفل يلي هو العنصر الحساس دائما بالمجتمع. مرض التوحد يمكن له خصوصيه شوي، وخاصه للمحيط الخارجي اللي عم يتعامل مع مريض التوحد، وكيف اذا كان طفل يعني. فخلينا نحكي شوي عن مرض التوحد. هلا نحن على طول بنقول التوحد كثير اخذ مسميات، او فينا نقول كثير اخذ تعاريف، ولكن انا على طول في حدا بيختلف انه هل هو اضطراب، هل هو مرض، هل هو خلل. فانا بحب نوه لهذا الموضوع كونه هو موضوع جدا مهم. التوحد هو مرض وبنفس الوقت خلل، او فينا نقول اضطراب. هلا هو مرض لما بيكون متلازمة، يعني عنا نحن شيئين اختلطوا، التوحد زائد ضعف بالقدرات النمائية، مثل متلازمة ريتريز، مثل متلازمة رقاد. فينا نقول التوحد أيضا هو توحد كخلل أو اضطراب، إذا كان هو مثل التوحد الكلاسيكي، مثل التوحد التفككي إلى آخره. يعني أنواع التوحد كتير كبيرة، فنحن ما لازم نحكم على التوحد تحت مظلة واحدة. فأنا بقول التوحد، أو باختصار خليني أقول التوحد، هو خلل بصير بالجملة العصبية أثناء عملية الولادة أو قبل عملية الولادة بشوي، بيؤدي لنقص أكسجة. نقص الأكسجة بتؤدي لخلل بالمادة البيضاء، أو فينا نقول خلايا بيركنجي، تؤدي بدورها لخلل بالإدراك الحسي، الإدراك البيئي، الإدراك الاجتماعي، التواصل، التآزريات. فالتوحد هو أكيد خلل ومرض بآن واحد. بالبداية دكتورة ذكرنا أنه التوحد قد يظهر عند الطفل في سن الرضاعة، ولكن بهذا العمر بسن الرضاعة الطفل ما له قادر يعبر عن نفسه. شو هي الأعراض اللي بتظهر للأهل وبتظهر أنه طفله مصاب بالتوحد؟ هلأ خلينا نقول أعراض التوحد كتيرة، فينا نقسم أعراض سلوكية نفسية، فينا نقول أيضا ممكن يكون إلى مؤشرات عصبية، ولكن خلينا نقول من أشد الأعراض اللي ممكن نحن نلاحظ أو أكثرها شيوعا، خليني أقول هو أحيانا العزلة وأحيانا التعلق الشديد. عطول منقول بين الأعراض في عنا فاصلين، هو إما إيجابي بشدة لدرجة أنه صار سلبي، وإما سلبي بشدة لدرجة أنه كان واضح. فهي إما عزلة شديدة أو تعلق شديد. هو إما تقبل شديد تعلق بالآخرين وإما لا. أيضاً في عنا الأعراض العصبية اللي ممكن تجي نمطية الأكل، حركات نمطية اهتزازية مثل الرفرفة، مثل القفز، الدوران إلى آخره من الأعراض. نعم، يعني ميسم أنت عم تحكي نقاط كتير بتكون واضحة للغير أيضا بالطفل، وأيضا مثل ما قلتي في شغلات إيجابية كتير وفي شغلات سلبية هي بتدل على هذا الشيء. صحيح. تمام. قديش هلأ بدنا نعرف أنه التعامل مع هيك أطفال بحاجة لخبرة، بحاجة لحدا متفهم هذا الطفل، ما أي حدا فيه يفوت مع هذا الطفل، لأنه ممكن طفل يرد عليه بطريقة عدائية، ممكن لو ما ظهر بطريقة ممكن بنظرة صغيرة. فقديش نحن مطلوبة منا الكوادر المؤهلة لتقدر تتعامل مع نوعية الأطفال؟ أكيد هلأ الكوادر المؤهلة، أو فينا نقول صاحبين الخبرة، هن أكتر شيء بيساعد بعملية العلاج، وخاصة لما يكون هذا الكادر هو عرفان حاله لوين رايح. هل أنا عم درب طفله وأهله أم أنا عم عالجه؟ كتير الفرق كبير. فالكوادر اللي هي أصلا مدربة على التدريب والتأهيل مختلفة عن الكوادر اللي هي مدربة على العلاج التربوي لهذا الطفل. ففينا نقول من تدريب الكوادر ما بيجي فقط من الدراسة الأكاديمية أو الجامعية، حتى لو فينا نقول إنه هي إلى الدور الأكبر، ولكن أيضا منقول إنه الخبرة كتير لازمة
لأنه لما تعيشي هذا الطفل، لما تعيشي تفاصيله، بيبقى في شغلات أنت بتشوفيها أو بتعيشيها تعطيكي هي المساحة الواسعة للتعامل معه. يعني مثلا طفل جوعان ممكن يضرب، ممكن الكادر ما هو مؤهل أو ما صار عنده خبرة ما يعرف إنه هو ضربني لأنه جوعان. نعم. ولكن لما تكوني عايشتيه، عايشة وجعه، عايشة ردات فعله، عايشة فرحه. نعم. عايشة فيك تقولي حتى لغة الجسد أو إيماءات الوجه اللي بتكون ساكنة وجهه، فأنت بتصير بتفهمي أكثر. نعم، توثيقا لحديثنا معك ميسم كاميرا الأخبارية السورية، كان لها حصة أيضا لتابع وتشوف أسباب وأعراض التوحد. أكيد التقرير حنشوفه مع زميلتنا هزار عبود. التوحد هو أحد الاضطرابات التطور المسمات باللغة الطبية اضطرابات في الطيف الذاتوي. بحسب التقديرات أنه من بين كل 100 طفل هناك 6 أطفال يعانون من مرض التوحد. بالرغم من أن كل طفل يعاني من أعراض مرض التوحد يظهر طباعاً أو أنماطاً خاصة به، إلا أن المميزات الأكثر شيوعاً لهذا النوع من الاضطراب هو أن الطفل لا يستجيب لمنادات اسمه، لا يكثر من الاتصال البصري المباشر، غالباً ما يبدو أنه لا يسمع محدثه، يرفض العناق أو ينكمش على نفسه، يبدو أنه لا يدرك مشاعر وأحاسيس الآخرين. لا يوجد عامل مؤكد للإصابة بالتوحد، لكن يبقى من المرجح وجود عوامل عديدة منها. الاعتلالات الوراثية، حيث اكتشف الباحثون وجود جينات عدة لها دور في التسبب بالذاتوية أو التوحد. العوامل البيئية ولها جزء كبير من المشكلة، حيث أظهر باحثون في الآونة الأخيرة احتمال أن تكون عدوى فيروسية أو تلوثاً بيئياً، إضافة إلى اضطرابات أخرى منها مشاكل طبية يكون الأطفال المصابون فيها أكثر عرضة للإصابة بالتوحد، منها متلازمة الكروموسوم، وهي متلازمة موروثة تؤدي إلى خلل ذهني. التصلب الحدبي الذي يؤدي إلى تكون وتطور أورام في الدماغ. مثل ما شفنا ميسم تقرير عن مرض التوحد، هلا نحن بالبداية عرفنا أن التوحد هو الانغلاق عن النفس والذات وعدم تقبل المحيط بأي شكل من الأشكال. هلا عن الأسباب، منتشرة كتير الأسباب، بيقولوا إذا كان الأب عمره فوق 40 أو بيصيب التوحد الذكر أكثر من الأنثى بنسبة 3 أو 4 مرات، أو عوامل جينية. ممكن توضحي لنا الأسباب أكثر لمرض التوحد؟ تمام، مثل ما كنا نحن عم نشتغل على تعريف الإعاقة، أو فينا نقول إنه كان هو مجمل للإعاقة. نعم. وعن تعريف التوحد، فأيضاً كثرة الأسباب، أو فينا نقول لفترة من الفترات كانت أسباب التوحد غامضة، يقولوا أنه ما في عنا أسباب أو ما اتضح لنا أسباب. ولكن بالوقت الحالي بعد كل هي الدراسات اللي طلعت، بعد الاهتمام اللي صار بهذا المجال، فطلع السبب الأساسي للتوحد هو نقص الأكسجة. يعني فينا نقول نقص الأكسجة هو المظلة الأساسية اللي اندرج تحتها باقي الأسباب. فنقص الأكسجة ممكن يجي نتيجة المعادن الثقيلة عند الأم، ممكن يجي مثلا نتيجة أخذ فيتامينات معينة. هلا مثل مو متعارف، أي امرأة حامل بتروح عند الدكتورة فبتعطيها نوع فيتامين،
حديد غير تمام. الحديد فيتامينات كتير لازم نكون حذرين بأنه لما نحن بدنا ناخذ هذا الفيتامين أو لما بنطلب من دكتور أو دكتورة يعطونا فيتامين. يعني عم تحكي شغلة لازم أكيد ينتبهوا كتير عليها ما بيلاحظوها، بيقولوا أنه ولد الطفل العوامل وراثية يمكن ممكن صحيح. هي تكون الأم سبب بأنه الطفل يولد معه مثل ما عم تحكي. يعني قديش هالنقطة مهمة، شكراً لإضاءتك عليها، ويا ريت كمان ندخل بهذا التفصيل. يا ريت هي كتير مهمة سالي، لأنه بتلاحظي أنه كل الدكاترة عم بيعطوا لكل الحوامل نفس الدواء، ما في وحدة دواء مختلف عن الدواء الثاني. تماماً. فأنا بوجه لكل أم نصيحة أنه قبل ما أروح أعمل هاي الخطوة أو أخذ الفيتامين لازم أعمل تحليل، نعم، لعل الحديد يكون عالي بجسمي أو الزنك عالي بجسمي، فنتيجة أخذ فيتامين معين ممكن ترفع معدل الحديد أو الزنك فيصير في عنا معادن ثقيلة بتأدي أيضاً للتوحد. كتير بحب أقول أو كتير بحب نوه لشيء جداً مهم، إنه نحن ما منقول التوحد وراثي، ولكن منقول إنه التوحد ممكن يتكرر عند أكثر من طفل بنفس العيلة نتيجة توارث البيئة أو رحم الأم. يعني رحم الأم إذا نحن مثلا الأم عندها مشاكل ربو أو عندها مشاكل معينة بتخص التنفس، فنحن منلاحظ أنه الولد الثاني كمان طلع عنده مشكلة حتى لو ما كان التوحد، ممكن يكون اضطراب نمائي آخر. فالبيئة اللي صار فيها هذا الحمل هي بيئة ما صار فيها عوامل أكسجة مناسبة لحضن الجنين. ايضا فينا نقول من الاسباب ايضا هي نفاذيه الامعاء للجيلوتين والكازيين ايضا بتكون عند الحامل. هذا اذا بدنا نحكي عن شيء بصير قبل عمليه الولاده. اما نحن اكثر التوحد او فينا نقول اكثر انواع التوحد شيوعا هو اللي بيحدث اثناء عمليه الولاده، سواء كان سبب ولاده مبكره، سواء كان انه نحن بنلاحظ انه الطفل اول ما بيطلع من بطن امه في زراء، فهو بيكون صار عنده نقص أكسجين نتيجة عسر الولادة، أحياناً نتيجة ولادة بتكون مبكرة فلازم فوراً ينحط بالحاضنة. أيضاً بدي نوه للشيء إنه كل ما كان الأكسجين أو كل ما كان نقص الأكسجين عالي كل ما كان نوع الاضطراب أقوى أو أشد. نعم. يعني سمر يمكن في إضافات هيك صغيرة يمكن إحنا كمان عم نتعلم منها. أكيد أسباب فيزيولوجية وأيضا سيكولوجية، يمكن الفيزيولوجية مثل السيكولوجية ما بتفرق أبدا بالتوازي مع يمكن ميسم أنت أضأتي عليها. أكيد أضأتي على نقطة كتير مهمة ميسم. هلأ خلينا ننتقل، نحن كتير كمان في بنعرف أعراض ممكن بيقولوا مثلا الطفل حتى بينادي لحاله بضمير أنت وبينادي الغير بضمير أنا وما يعني ما بينتبه لأصوات وبالأخص صوت سمور السيارة أو إذا حدا ناداله على اسمه. يعني كتير في عنا أعراض وبيحب دائما يبقى لحاله. وشو رأيك كمان شو بتضيفي على الأعراض؟ هلا أنا بقول الأعراض خلينا نقول أو وضح لشي جدا أيضا مهم. الطفل كتير من الأشخاص وخاصة طفل التوحد بيقولوا إنه هو ما بينتبه لصوت السيارة مثل ما ذكرتي حضرتك. لا هو بينتبه، ولكن نحنا فينا نقول إنه عملية الاكتساب عن طفل التوحد مؤلفة من 3 مكونات مثله مثل أي طفل. هي عملية إدخال، معالجة، إخراج. كم بطء؟ تماماً، هي بطء الإشارات. فنحنا عنا المشكلة هي بخلايا بيركنجي اللي هي مهمتها إنه توصل المثير إلى منطقة فرينك. فمنطقة فرينك بالدماغ هي بتعالجه، بتوصله لمنطقة بروكا ليطالعوا على شكل ردة فعل. هل في درجات توحد عند الطفل ولا لا؟ طبعا ما فينا نقول درجات بقدر ما فينا نقول أنواع. كل نوع له نمطياته الخاصة، كل نوع له خطة العلاج المناسبة لإله، له الحمية الغذائية اللي ممكن تهيئ البيئة الدماغية للاكتساب. أيضا كل نوع توحد في له شدة بالأعراض السلوكية، ولكن بتكون في عنا مثل اضطراب التوحد الكلاسيكي بيقولوا أكثر نوع منتشر. تماما، هو أكثر نوع شيوعا. هلأ مثلا فينا نقول مثل السبرجر، توحد السبرجر كتير عنده نمطيات سلوكية عالية ولكن عنده ذكاء أعلى. فينا نقول طيف التوحد كتير عنا نمطيات ولكن عنا طفل طبيعي بالمرآة الداخلية لإله، يعني عنا عملية اكتساب طبيعية. نعم.
يعني ميسم أنت مديرة مركز ملائكة الجنة وأيضا مشرفة على الأطفال، قديش يعني طبعا التعامل معهم بيكون دايركت بشكل مباشر، يمكن بتراقب حركاتهم، بتشوفي أيضا مراحل العلاج، يمكن العلاج النفسي، فأنت متابعتيهم step by step أكيد. إيه طبعا. ميسم قصص نجاح خلينا نقول أو تحسن هيك شهدتوا عليا من خلال العمل الدؤوب يلي عم بتقوموا فيه؟ والله إذا بقول لك إنه فعلا أضقتي على الشيء اللي بيعطي الشيء الحلو بحياتي، أكثر الشيء اللي كنا نعاني منه إنه هل طفل التوحد بيصير طفل طبيعي؟ إيه أكيد بيصير طفل طبيعي. كتير عانيت مع الأهالي بأول فترة إنه طيب طفلنا بيحكي، طفلنا بيشتغل، طفلنا بيصير ممكن يحط شنتاي ويروح مع أخوه على المدرسة. ده بيبسطوا أهله. تماماً أكيد. فأنا كتير كانت السعادة تغمرني، وخاصة الشيء اللي صار بمركز بيسان بالقامشلي اللي أنا أخصائية فيه أو أنا إشراف تربوي فيه. دمجنا 4 أو 5 أطفال كانوا هن توحد واضطرابات أخرى، صاروا حالياً عايشين حياة اجتماعية كاملة. لهلأ طبعاً في بعض المتابعات لازم نضل فيها أو عم نتابعها لنتابعهم، ولكن فيني إلكم بمكان أو بآخر فعلاً طلعت حالات علاجية، سواء بمركز ملائكة الجنة أو بمركز بيسان، كانت فعلاً حتى نحن كحدا اشتغل معهم فاجأتنا أنه فعلاً اندمجوا. يعني مو لا طبعا نحن عم نشتغل معهم اكيد الامل موجود. كنت عم تحكي شوي هيك بمشاعر مشاعر حتى عيوننا دمعوا، اكيد هي قصص مؤثره بكل حدا فينا. لا خصوصي هي المرحله بحياه طفل انه انت طالعتي طفل من زاويه انك انت طفل مهمش بالحياه، يوم من الايام رح ينقال عنك معاق لانك انت طفل طبيعي عايش حياتك الطبيعيه رايح. تماما. يعني فهي ما فيكي إلا عن جد إنك تكوني مرتاحة وإنتي عم تحكي فيها. أكيد. شكرا لك كتير على المعلومات القيمة ميسم الحسرية، وإدنا لقاءات قادمة أكيد إلنا أكيد يعني. كنا بالموضوع نفسه. كتير تأثرت بموضوع أطفال التوحد. حسيت سمرت فعلت كتير. مزبوط. يعني وهيك بنتمنى الشفاء للكل وحالات نجاح أخرى لأمراض التوحد. أكيد. شكرا كتير لكم لكل تغطية. كل الأمل أنتوا عم تعطوا أكيد. شكرا كتير. شكرا لك ميسم أكيد، وشكرا لهيدا المشاعر، يعني خليتينا نتلبك أمام هذا الموقف الإنساني. شكرا كتير لوجودك معنا.